في باكستان، وبعد يومين من انفجار شاحنة صهريج ومقتل وإصابة أكثر من 200 شخص، تم صباح اليوم تشييع جثامين قتلى الحادث في جنازة جماعية شارك فيها آلاف الأشخاص. في جنازة جماعية شارك فيها الآلاف شيعت باكستان اليوم عشرات الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء انفجار ناقلة النفط في مدينة بهوالبور في وسط باكستان يوم الأحد الماضي، واحتشد الآلاف لأداء صلاة الجنازة على الضحايا قبل أن تبدأ مراسم الدفن في مقبرة واحدة جهزت فيها القبور إلى جانب بعضها البعض. وكان اشتعال النيران في شاحنة صهريج تنقل نفطا بعد انقلابها عقب محاولتها الاستدارة بزاوية حادة قد أدى إلى سقوط 123 قتيلا وجرح أكثر من 100 شخص. وأكدت وسائل إعلام ومسؤولون باكستانيون أن الانفجار جاء خلال احتشاد عشرات الأشخاص لتجميع النفط المتسرب من الصهريج قبل أن يشعل أحد الأشخاص سيجارة أدت إلى انفجار الصهريج بشكل سريع ومقتل العشرات على الفور تفحما، فيما نقل أكثر من 100 شخص آخرين إلى المستشفيات القريبة، حيث تشير التقارير إلى أن الكثير منهم في حالة حرجة جدا، مما يجعل الرقم النهائي لعدد الوفيات قابل للزيادة حسب ما يؤكد المسؤولون الصحيون. شاباش شاباش جلدی کر دیو یار بھائی جاؤ گھر کے بیٹھے پہنچ گئے